دلوقتي يا بنات هعملكوا احلى ساندويتش بيتزا ملون. خدنا قطعة عجينة وحطينا عليها اللون الاحمر او اللون اللي تحبوه، نفردها كده. فردناها دلوقتي، هنعمل ايه دلوقتي في البيتزا الملونة اللي هي الكالوري الملونة ديت؟ تقدر تعمليها ريد، تعمليها اي لون تاني عندك، تمام؟ هنبدأ بقى نعمل فيها ايه؟ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف. يا تخليها كده بس عبودي، ماشي، جرين او يلو، اي حاجة، او بلو قصدي. وتبدأي تخرميها، تمام، وتحطي عليها نفسك اي حشوة بتحبيها، بالفيجيتابول، بالميت بول، اللي هو الميت بول، اللحم الصغنن ده، وتحطيه باي حاجه، مارجريتا، اعملي اي حاجه، المهم تكون ايه، بيتزا كالر، الوان. خلاص مش عاوزاها كده. انا دلوقتي هعملها معاكم طريقه تانية بالصمون، ساندويتش بيتزا. ازاي؟ ادي بيتزتي اهي اتفردت، تمام. هبدا اخد معلقه من دي، تمام كده، اهيت، تمام كده، بس ايه، ما نجيبش بقى على الاطراف. خلاص، دي اسرع بيتزا وجميله جميله جميله، لو قاعده اقول جميله من هنا لبكره قليل عليها، تمام كده. واخد فين الكاتشب، واخد كاتشب شويه، زي ما اتفقنا نبعد عن الاطراف. وهاخد جبن، جبنه من دي تحفه قوي، تحفه قوي في البيتزا، نفس التشيكن، ولما تحشيها تشيكن برده جميله. هاخد من دي برده شويه واحطها هنا كده، وهاخد من الجبنه شيدر، نوع تاني شيدر، ده برده قطعتين شيدر، واحطهم هنا كده. وهاخد جبنه نستر، وهاخد رشة جبن من دي، وابدأي بقى تعملي ايه؟ تاخدي من هنا كده، يا تقفليها رول، يا تقفليها زي ما انا ما هقفلها كده، واحدة واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة عشان ما تتقطعش معاكي. وابدأي بقى من الأطراف، من الأطراف دي كده، تبدأي تعملي بقى ازاي كده، تقفليها بالطريقه ديت، تمام كده يا بنات. طبعا انا دي مش هسويها في الفرن، انا دي هسويها لكم على النار من فوق عشان اوريكي ان انت تقدري تسوي الزبق البيتزا على النار فوق عادي. قفلتيها كويس كده عشان الجبن ما يطلعش منها، وبرده يبقى في نفس الوقت شكلها شيك وجميل كده، قفلناها حلو. هتعملي ايه دلوقتي يا بنوته؟ هتاخدي الطاسه اللي هتسوي فيها، ترشي فيها زبده، تشيلي بيتزتك بحرص شديد عشان ما تتخرمش كده، ما شاء الله، زي ما شايفينك، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهيت، تمام كده. وابدأي رصي الشير كده، رشيها زبده حلو، وعلى نار هاديه، وهنغطيها، وعلى نار هاديه هنسويها. وقبل ما تبدا تستوي هنرش شويه جبن من ده، بس انا هرش معاكم دلوقتي مره واحده عشان اوريكم شغلي اخر حاجه. خلاص كده، وابداي تحطيها على النار وتغطيها باي غطا، دي ملهاش غطا، هغطيها بغطا اي حاجه عندي، وايه، وهوريها لكم بعد ما تخلص على نار هاديه جدا 5 دقايق وهي متغطيه، وهوريكم شكلها عامل ازاي. شوفوا يا بنات البيتزا اللي عملناها، سويناها في الطاسه فوق على النار، بصوا جمالها، دي البيتزا السريعه، شوفوا عجينتها مستويه ازاي، شايفين، وجميله جميله، وتخلي اولادكم ياكلوا، حتى اللي ما بيحبش البيتزا يحبها، شايفين. يلا هقطعها عشان اوريها لكم كمان. شوفوا يا بنات ما شاء الله، خلصت البيتزا اللي انا وريتها لكم الجميله المستويه على النار من فوق، وبرده هقطعها عشان اوريكم شكلها. دي بيتزا ساندويتش السريعه اهي، شوفوا يا بنات
شوفوا جميله جميله ازاي. الله ماشي بيتزا ساندوتش الجميله، شايفين ما شاء الله الجبن من جوه زيح ازاي، شايفين الاجبان من جوه، شايفينها. حطها كده بالصح، تحطيها لاولادك بقى في اللانش بوكس اهي، جميله خطيره خطيره خطيره. بيتزا ساندويتش جربوها، انصحكم فيها دي البيتزا السريعه اهيت. عايزه تخلي بقى عجينتك متينه رفيعه، اتحكمي زي ما انت عايزه، بس عايزه افتح اوريها لكم. شايفين ما شاء الله بجد خطيره، حاجه كده وهم، حاجه وهم وهم وهم. دي بقى من عشاق مين؟ دي من عشاق ابني، لان ابني يحب كده البيتزا كلها جبن كتيره كده، ويحبها رفيعه قوي. ويا رب تكون عجبتكم الوصفه دي، على عشاء على فطور، ياخدها معاه المدرسه، ياخدها معاه رايح النادي، جميله قوي قوي قوي. يلا دوق عبودي قولي رايك. خطيره خطيره، جربوها يا بنات. كده خلصت حلقتنا، ما تنسوناش سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.